نستقبل هذه المداخلة من سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومستشار أكاديمية نصر العسكرية العليا. سيادة اللواء نرحب بك على إكسترا نيوز وصباح الخير. وكنا نتحدث عن العملية الإرهابية الأخيرة التي حدثت في أول أيام العيد في سيناء وراح ضحيتها ربما 8 شهداء من قوات الأمن المصرية. بداية سيادة اللواء، هل يعني إلى أي مدى تم اختيار التوقيت والمكان في هذه العملية الإرهابية، وهل هناك دلالة لهذا التوقيت؟ بداية خليني أقول كل سنة وانتم طيبين، وأحيي سيادة اللواء الغباري. صباح الخير مصر، أهلا بيك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. طب الصحة والسلامة، كل مصر طيبة وفي أمن وفي أمان. أنا عايز أقول حاجة، طبعا مش هأضيف على اللي قاله سيادة اللواء الغباري، إنما أنا بس يعني شوية بنكمل الصورة بس قدامنا. اتفضل. إن لما ابتدينا العملية سينا 2018 كان أحد السيناريوهات اللي محطوطة قدام القيادة اللي بتخطط إن ممكن بعض العناصر الإرهابية دي تتحول إلى عناصر كامنة تتحوصل تماما وتختفي تحت الأرض لحد ما تعلن إن سينا بقت تطهرت وقضينا على الإرهاب والكل يهدأ تماما ويتخيل ان الامور استقرت، ثم يفاجئونا بهذه العمليات الارهابيه مره اخرى ليثيروا حاله من الاحباط وحاله من التشكك في ان لا القياده قالت كلام وما تنفذش. الناس بقى لهم سنه بيعملوا ضد الارهاب وادي الارهاب ظهر من جديد. الكلام ده عايز اقول انه كان متخطط ومعروف ومعمول له نقول ايه القرار التصرف معاه ايه. برضو عايز اضيف حاجة مهمة جدا، ودي عايز برضو اوضحها لان بعض اخواننا المحللين يمكن امبارح تحديدا وكتير من كل الناس اللي اتكلموا بيتكلموا على ان الشرطة خدت بطارها، الشرطة اقتصت، لا العملية مش رد فعل ابدا. وإلا كده يبقى احنا بنضيع قيمة العمل اللي احنا بنعمله ده كله. خلي بالنا من حاجة مهمة جدا، ان العناصر دي كانت كامنة ولدت وسكنت تماما واختارت توقيت زي يوم العيد انها تبدأ تعمل عملية زي دي. برضو كان السؤال اللي بيسأل واحد الموزعين امبارح يمكن سأله لنا تحديدا، طب احنا ليه مش قادرين نعمل دشم وتحصينات اقوى لهذه الكمائن او الارتكازات الامنية بحيث انهم ما يقدروش يهاجموه؟ طبعا الصوره مش واضحه، لا ده الكمين دي ما اسمها مش كمين كامن محطوط عشان يصطاد ارهابي، ده معمول نقطه ارتكاز امني على الطريق لتامين السكان لتامين الاهالي نفسها. فاللي بيمر عليه رايح جاي ناس اللي هم زي ما بنقول ايه السكان المحليين، الناس العاديين دول اللي منهم هؤلاء الارهابيين اختفوا في وسطهم، هو نفس الشكل نفس اللهجه نفس اللغه نفس اللبس، فهو ده اللي انا بتعامل معاه. ولو نفتكر اهالينا في المنطقه هناك في العريش او في سيناء كان في ناس بعضهم بتضج بالاجراءات الامنيه وتضيق بيها وليك بيعملوا معانا كده، فبنقول لهم طيب ما هو شفتوا بقى لما حاولوا يسهلوا وفي يوم عيد وما قعدوش يفتشوا الناس ويضيقوهم زي ما انتم عايزين، ادي اذا رد الفعل من الارهاب او التصرف من الارهاب كان بالشكل ده. طيب ليه نجحوا هنا وليه ساعات بينجحوا؟ بينجحوا لان الارهابي دائما يملك عناصر المفاجاه الاربعه اللي هو بيختار التوقيت اللي هيهاجم فيه، هو اللي بيختار وبيحدد المكان اللي هيهاجم فيه، هو اللي بيختار وبيحدد الاسلوب اللي هيهاجم، ايضا بيحدد السلاح اللي هيضرب بيه. وبالتالي لما هو حدد الاربعه دول بنقول ضمن النجاح قبل ان يتحرك من مكانه بنسبه 50%، وخاصه اذا كان انتحاري او طالع بحزمه ناسفه او عربيات مفخخه، فده خلاص اينما استوقف بيفجر نفسه بيعمل خساير. هنا التصرف بتاع القوات بقى، احنا خلاص اكتشفنا ان هم بداوا العناصر اللي كانت كامنه بدات، فهنا كل عناصر المعلومات بتنشط مره اخرى لتاكيد المعلومات لتدقيقها، وبالتالي
جاهزه الخطط البديله اللي موجوده للتصرف بقى في مثل هذا السيناريو، زي ما احنا شفنا يوم العيد ثالث يوم شغالين على طول، ولا اعتقد ان العمليه تتوقف، لا دي هتستكمل بالكامل لاجتساس كل ارهابي، زي ما سياده اللواء غباري دلوقتي بيقول هتتمشط كل شبر في كل قطعه ارض، وهو ده اللي كنا بنعمله في 2018، بس كان في عناصر خامده او كامنه او متحوصله قدرت تفلت بالشكل ده، لان احنا ما عندناش زي الدول اللي حوالينا معسكر، ده معسكر القاعده، ده معسكر الاخوان، ده معسكر داعش، لا ده دول اشباح موجوده وبيعيشه في وسطينا عادي، وتلاقي هو الراجل الانتحاري ده كان معدي امبارح او اول على نفس النقطه الارتكاز الامني وبيكلمه وبياخد منه حاجه يعني، وفجاه هو ده اللي تحول لارهابي. فبالتالي ده بيحتاج نقول ايه، تصرف ببدائل كثيره اللي احنا هنعمل منها بقى عمليات التمشيط من جديد مره اخرى، وهنستفيد بالمعلومات اللي بنتحصل عليها، لكن طبعا ليس هذا ابدا رد فعل، هو قد يكون اخذ بالثار، قد يكون عمل قصاص، انما دي نتيجه وليست هدف. لا، وتاتي في سياق التمشيط وفي سياق مكافحه الارهاب في سيناء. في كل الاحوال سياده اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق ومستشار اكاديميه نصر العسكريه العليا، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات وعلى هذه المداخله.